خطوة تهدف إلى دعم الاحتجاجات. تطوع مجموعة من الشباب محافظة ديقار لحماية المتظاهرين عبر إقامة العديد من نقاط التفتيش حول ساحة اعتصام الحبوب في مدينة الناصرية. لم تكن دعاء موظفة في دوائر ديقار الحكومية لتؤدي عملها كمفتشة أمنية هنا في ساحة اعتصام الحبوب في الناصرية كواجب مهني، لكنها تطوعت لمساندة المتظاهرين وحمايتهم من أي خطر. احنا مجموعة من الشابات تطوعنا لتوفير الأمان لإخواننا ومساندتهم بهذا الحملة التطوعية. هي فكرة من أحد الأخوان إنه نسوي نقاط تفتيش، ما عندنا غير هاي الفكرة، يعني احنا ما نقصد بها شيء، بس فقط نوفر الأمان، حماية ساحة الاعتصام، ساحة الحبوبي. 10 مداخل يؤمنها المتطوعون في شارع الحبوبي بنقاط تفتيش صباحية ومسائية وبجهود ذاتية دون أي دعم مادي من أي جهة. حبيبي الموقف يمك حبيب قلبي. احنا موجودين بهاي النقطة التفتيش ولاكو دعم ويانا، هذا كله من عندنا من جيوبنا، ولاكو واحد مسؤول علينا، احنا كله من عندنا. احنا يا شباب وعمل تطوعي وكله من جهودنا الذاتية، ويوجد 10 مداخل حبوب وكلها مأمنة، وبعدين شو اسمه الأجهزة واليلقات كلها من جهودنا، وشباب متطوعين وشفتات مقسمة. احنا ناس متطوعين من كيفنا، ما لا ننتمي لا جهة ولا شيء، احنا طوعنا من نفسنا لحماية اخواننا المظاهرين على التفتيش، وكلها كل القطاعات احنا موجودين عليها. ويستمر المتظاهرون في ساحات اعتصام الناصرية دون كلل او ملل، ببذل قصارى جهودهم من اجل تأمين وإدامة بقاء المعتصمين في ساحات التظاهر حتى تنفيذ المطالب وتحقيق وطن يؤمن لهم مستقبلا زاهرا. منى البدري، قناة رشيد الفضائية، الناصرية.